السلام عليكم سيدنا. تعال 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 سيدنا معود سيد شو صح شو الاحوال؟ هذا بخويا سيد سيدنا من قدماء المصلحين مال ساعاتنا انا بالميدان تقريبا. لا ممنون سيد سيد ابن منطقتي ومن اقدم مصلحي الساعات الجداريه والجيبيه متهم سيد موثق حلو للتاريخ. تفضل سيد خلينا نشوف شكم. تعال على شلونك سيدنا؟ يا بعذرنا المحل تعز صح. لا معود هو احنا نريده هيك. السيد من أقدم مصلحية ساعات تقريبا في منطقة الميدان. سيدنا سولف لنا شنو صلح الساعات قديمة؟ يعني مصلح صار لي 50 سنة. 50 سنة. يمكن مصلحة من عن طريق جدي. الله يرحمه. عن طريق خواله وجدي. الله يرحمه. الله يرحمهم. رسمت على هذا صورة موثقة سنة 58. شو اسمه؟ هاي الصورة الساعة. صورة موثقة سنة 68. أيوة. يعني بالنص بين جدي وبين خالي. هاي الصورة مو؟ السيد طبعا جاري منطقتنا حاقينها بالشغلة على حسب الرسول. نعم. هذا السوق هو عامر من الثلاثينات. نعم. ويعتبر سوق مهم شلون مثبت بالنسبة للتراث وبنفس الوقت كان كل دواري الدولة ودواري الحكومة بهذا المكان. هذا المكان. وهذا المكان يبدي من القشلة أو مركز شرطة السراي. السراي. إلى عندك المشارع المتنبي. نعم. حتى الفرن العسكري كان بداية بالمتنبي جو. يسموه لكمك خانة مو؟ بالضبط. إيه أو المخبز العسكري. والدواري كلها موجودة هنا مثل أماكن العاصمة. نعم صح. وزارة المالية، بني نعم. وزارة الداخلية. نعم صح. مديرية الواردات العامة. نعم صح. المنطقة كانت يعني معتمدة عليها بس تطورت كلهم النقلة. أول شيء دوائر الدولة قامت تتوسع بنفوس العراق. انتقلت بغير أماكن. سؤال حق من الشخصيات اللي كان يجي يزور المحل هذا؟ صلحت له ساعة. هم ضباط كبار كانوا بيجوا وزارة الدفاع كانوا بيجوا كشخصيات عامية. وزراء عامين يجون. بس وزراء عامية يعني شيء كافي. أثمن ساعة مرت عليك من أي رولكس. ذهب ونوعية غير ذهب. وأنواع الساعات موجودة جدارية ويدوية وجيبية. نعم. سيدنا مرات أشوف ساعات مكتوب اسم شخص عليها. هاي ساعة جدارية مثلا مكتوب حكمة سليمان. حكمة سليمان هذا أحد وزراء العهد الملك. لا أقصد يعني قبل ما يعتزون بالساعة يكتبون الاسم عليها. هدية مثلا صاحب من الشركة إلى أو صاحب المحل المستورد إلى قبل شلون يكتبون. أكثر الساعات اللي جتني مصورة أول شيء بالعهد الملكي صورة الملك غازي. غازي. ونعم. فيصل الأول. فيصل الثاني. فيصل الثاني. فيصل الأول مشايخ. جيد. بالنسبة لعهد الجمهوري عبد الكريم قاسم. نعم. عندك أكو صورة لعبد الكريم قاسم على الساعة الجدارية أنا شايف بس اليدوية. سيد بس اليدوية. نعم. نعم. وجدت ساعات في وقت صدام حسين أنواع الساعات جدت بس جدارية هم جدي. نعم. نعم. هذه طلب خاص عن السير ويسوي فيها. زين سيد الولاة العثمانيين هم كانوا يخلون صورة مطبوعية صورة مثل الولاة العثمانيين الشاه إيران مثل موجود شاه إيران هذا القبل مثل السلالة القاجارية. أحمد شاه قاجار هو آخر من حكم إيران. الأسرة القاجارية اللي هم بنوا تقريبا عندنا الصحن بالكاظمية سيد ساهموا في بناء الكاظمية وكربلاء ونجف. من الوازع الديني واحد. نعم اي بس من ناحية السياسة ومن ناحية اكيد الدراسة. بس هم ايضا جابوا هدايا للساعات عتبات المقدسة 90% من بناء الإيراني القاجاري. سيد تقيت هنا صار 50 سنة هالسوق. هو السوق هذا مو القديم. القديم هناك مقابل المرقد الجهة كان مصلحين ساعات بحدود 14 مصلح ساعات 20 مصلح ساعات. نعم. وكل واحد يكسب رزقه في الشغل بما يقنع. بس هناك مستملكوا المحلات من الجانبين جيت انتقلت هنا. سيد اسمك الكامل؟ كامل محمد حسن محمد شكارة العرجي. العرجي سيد من السادة العرجية وصار له 50 سنة بهذا المكان يصلح ساعات ونتمنى له الصحة والعافية سيدنا. والله جارنا العزيز. هلا بالسيد.